منذ 4 أعوام وأنا أقاوم السرطان، وكانت الكتابة وللمسرح بالذات أهم وسائل مقاومتي. نحن محكومون بالأمل. سعد الله والنوس في حكاية مسرحية وتجربة مختلفة. في قرية قريبة من طرطوس وقع في يد طفل يبلغ من العمر 12 سنة كتاب دمعة وابتسامة لجبران خليل جبران. من هنا بدأت المسرحية التي تحولت لاحقا إلى مدرسة كبيرة. سافر إلى مصر وكتب في الصحافة كثيرا ونشر في العديد من المجلات الأدبية، ومن ثم إلى باريس. لكن من كان يعلم أن المرض يمكن أن يكسر بغير دواء؟ كانت الشمس فيه متأجق جدا، ورغم أني كنت محبوسا في هذه الغرفة بالذات وراء مكتبي وقد أغلقت كل النوافذ. هذا النبيل الذي أصيب بالسرطان كانت جرعته الكتابة وكان صبره المسرح، وبما أن الصبر حقيقة كان يشبه كل ما كتب. لم يكن مسرحه يوما فرجة عادية خفيفة، بل كان كتابة للظرف وللبيئة، للحدث والألم. سيزداد العالم وحشة وقبحا وفقرا لو أضاعها وافتقر إليها، ومهما بدا الحصار شديدا والواقع محبطا، فإني متيقن أن تضافر الإرادات الطيبة وعلى مستوى العالم سيحمي الثقافة. في كل مرة يقترب فيها القارئ من أي مكتبة يلحظ اسمه في أفق آخر، في النقد والدراسات والكثير من الأشياء القيمة الفريدة التي ترجمت لاحقا إلى الكثير من اللغات. هذا ما منحه بريقه الاستثنائي في الحياة الثقافية السورية. الخارجية والداخلية، وقد كنت أحس أن الشمس تنفذ من شقوق النوافذ وتدخل إلى الصالون وكأنها عدوان خارجي على سكينتي الداخلية. جلست وكتبت أنا الجنازة والمشيعون معا. سنة 1996 حين كلفه المعهد الدولي للمسرح بكتابة رسالة يوم المسرح العالمي التي ترجمت إلى لغات عديدة من بلدان العالم وقرأت على مسارحها، ومن أحلى ما قال فيها: فأني أتخيل دائما أن هذا الحوار يبدأ من المسرح ثم يتموج متسعا ومتناميا حتى يشمل العالم على اختلاف شعوبه وتنوع ثقافاته. وأنا أعتقد أن المسرح ورغم كل الثورات التكنولوجية سيظل ذلك المكان النموذجي الذي يتأمل فيه الإنسان شرطه التاريخي والوجودي معا. خاتما تلك الرسالة بجملته الشهيرة: إننا محكومون بالأمل، وما يحدث اليوم لا يمكن أن يكون نهاية التاريخ.